السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. انا هاد السمانه الحمد لله لاباس. راح نبدا لكم اليوم اول موديل تاع العيد اللي درته انا في العيد هذا، هو لي بتي فور بزوج لي موديل، غو شوكولا مع غو فاني، ولا غو ناتور مع غو شوكولا. غبت السمانه اللي فاتت، انا السمانه اللي فاتت كان المورال تاعي كيما الجو مغيم مع سحب عابره. المورا كان سافا با، 10 ايام ولا سمانه كامله ما شفناش الشمس، كانت الشتا مغيمه، ما عندكش مي بالخاطر نديري المونتاج نديري لي فيديو. وعلى بالكم لي فيديو في رمضان، فيديو كنت صورو فيديو تاع 10 دقائق نستغرق فيه ساعه ساعه ونص، دير تحطي الكاميرا الاضاءه تبدلي لمعان، دوك يستغرب بزاف الوقت. الويكند هذا صراحه جاء واحد شميسه روعه، حنا شفنا الشمس يا ينتشر يا بيم في ارض الله الواسعه، جبنا رحنا يعني درنا شويه في لافيل وين نسكن. لا سويت هذا الفيديو راح تلقاوه في لاشين تاع ولد خويا اللي راح نحط لكم لو ليان في لا بار دو ديسكريبسيون. وهكذا بلا ما نطول عليكم ندخلوا في لا روسيت تاع لي بتي فور، ولا كيما تقولها اختي حلوه الغربال، لخاطر هذه لا روسيت تاع مدام عليا اختي صغيره. دونك ناخذوا زوج بيضات ضربيهم، من بعد زيدي لهم كاس سكر. كاس السكر هذا تقدري تنقصي منه شويه خاطر باش ما تجيكش حلوه بزاف. تزيدي معاهم كاس تاع الزيت وانتي تخلطي حتى السكر هذا كيدوب كامل مع البيض والزيت. دونك كي تخلطيهم كامل تزيدي معاهم زوج كيلات تاع مايزينا معمرين، دونك وانتي تخلطي حتى تلملك كامل العجينه. المايزينا الدور تاعها تخفف لك الكاطو تاعك ويجي بزاف طري، يعني يجي خفيف ماشي كيما كي تحطيها كامل فرينه، الكاطو تاعك يجي شويه ثقيل بارابور كي ديريه بالمايزينا. دونك تحطي زوج كيسان تاعك تاع المايزينا كاملين، تحطي معاهم سكر فاني وتخلطيهم، ومن بعد هنايا تزيدي لهم الفرينه حتى تتلملك العجينه. وما تنسايش تحطي مع الفرينه تزيدي تحطي شكاره تاع خميره تاع الحلوه، القيس تاع 10 غرامات في الجزائر عندكم تاع 10 غرامات، حنايا عندنا بزاف انواع. دونك الفو فيغ اتونسيون كي تحطوا شكاره تاع الخميره شوفوا الوزن تاعها شحال توزن. انا حطيت هنا قيس 10 غرامات ولا ساشي تاع خميره اللي تتباع في الجزائر. دونك تلمي العجينه تاعك، انا كيما قلت لكم حطيت لكم حطيت زوج انواع. دونك هذه العجينه قسمتها طلعت لكم شي عجينه طريه، عجينه طريه ما تجي يابسه ما تجي مطلوقه. دونك تقسمي العجينه تاعك تحطي فيها الكاكاو، انا حطيت غير زوج مغارف صغار وهكا كون دمت كان غير زدت لها شويه كاكاو لخاطر مع الطياب لا كولور تنقص شويه تاع دونك تاع الكوشوكولا تنقص شويه تجي شويه باهته. دونك ما تضيفي لها يعني تروازيام مغرف ولا على حسب الكو تاعك. دونك هنايا كي لونت العجينه تاعي نبدا نشكل فيهم، درتهم كريات صغار. وانا بسك ما عنديش الغربال لخاطر هذه يسموها حلوه الغربال، كيفاش تحكمي هذه البوله صغيره وما تحطي فوقها الغربال ولا الخراج هذاك اللي عنده ثقاب كبار، هكذا الوجه تاعها كاع يجي مثقب. انا استعملت طريقه اخرى هي طريقه الفرشيطه كما راكم تشوفوا، ديروا هذه الفرشيطه ثاني يجي الشكل تاعها شباب. سيو ديروا الكريات قيس بعضاهم، انا ما عنديش الوقت باش نحن نوزن بوله يعني شك كريه صغيره نحن نوزن. انا درت عيني ميزاني درت ما ابيبري كاع نفس لاطاي تصفصوا من الاخر كي تروحي تجمليهم مع بعضهم باسكو هذه نديروا بيناتهم الكونفيتور يبقى اختياري. اذا ما حطيتيلهاش الكونفيتور ديري الحبات شويه كبار هكذا يولي لك دي بسكوي ساك ولا جاتو ساك. انا كي خممت ندير لهم الكونفيتور دونك درت الكريات تاوعي صغار هكذا كي نجمع زوج كريات مع بعض ما يجونيش الحبه ما تجينيش كبيره بزاف. دونك هكذا شكلي الكاطو تاعك. ومن بعد كي طيب لك حطيهم لصقيهم مع بعضهم بالكونفيتور.
انا كما كتشوفوا السنيوه تاعي حطيتها بلا حطيتها غير بالفارينه، مي ردي بالك هذه العجينه تلصق لك في السنيوه، دونك باش ما تكثريش الفارينه بزاف في السنيوه الفو ميو تستعملي بابي كويسون، سي بلو براتيك، وهكذا الكاطو تاعك ما يلصقلكش في السنيوه. وهكذا نكونوا شفنا الوصفه الاولى تاعنا. المره الجايه ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع روسات جديده. انا نقولكم تهلاو في رواحكم، نتلاقاو ان شاء الله المره الجايه. سلام.